صورة نيفيز غير كثير كمان. هارين سلفنا يا زلمة كل شيء. كم جيم عندنا؟ في الأربعينات. ما شاء الله ما شاء الله. ما عندنا كتير حكام، شل حكم واحد وديك راحت على الويين وكلها روس روس بلغاريا أوكرانيا وبيلاروس. We have problem with visa of our Turkish friends. This is our coach from Bulgaria. And our friends from Turkey have problem with their visa. And I say to help him. Because we're training together. 3 to 5 times a year. Yeah, it's not far away from here. No, go to Turkey and training. Yeah. Yeah, it's not far away. No. Maybe 300 kilometers. 300. Wow. Yeah. To which country? To Turkey, to Edirne. قريبة تركيا. نعم. ساعة. Edirne is 10 kilometers over the border. يا ويك نوقف سيارة مروحة تركيا. بقرة تانية تركيا. لا ما في بيناتهم حدود. ما في؟ ما بظن لا. ما في حدود بيناتهم؟ لا. هلا اشوف على الخريطة ما بظن. شلوها للكونغو ليش بعمل حكومة؟ But from here is near. Maybe 180 kilometers. Yeah? I say from Sofia because we come from Sofia. This is 300 and 320 maybe. From here is 180. So maybe we can rent a car and go to For 3 hours I was there. 1 hour is maybe to custom and maybe 4 hours. If I start to go from here is 1 hour and half. Yeah. No problem. Good. Autobahn. Yeah. يلا فت. أنا فت يا. إيه شو بدي أنا؟ نحن أنا عبلا فت. فت هو ما عتركيه شم الهواء. ولا أحسن دواء شم الهواء. لا لا. أحلى دواء شم الهواء. يعني تركيا بيجوا بالسيارات معنا زي ما. إيه بقول لك ساعة ونص من هون. You have 360 kilometers to Istanbul. To Istanbul. Yeah. Nothing. Yeah. Three hours. Always autobahn. No problem. 3 hours. Yeah. حيلا واحد بيتجمع كلهم يلا انت اللي فيك هو فينا تبيع حيلا واحد بيقف يشكو 10 ورانا يلا اعطي ايدك واعطيك عجبني انت عندك علم عندك قوه بتاخذ جيوب وشعورك تحت باطك يعني ايه شو بتفكر هو علم علينا عشان عبلك برافو عليك شعورك تحت باطك بيجي بيقول لي قال ابن خشلع فلع شو من هو هذا جاي خبرك الخبر اللي شفته عندنا عندك عند بطك بدك تجيبه الحكي فانا ما بركي عليه من زياده حتى ما يتضايق نفس الوقت نفس الوقت ما بخليه مثلا فرجينا ايه روان هن لماح ونحن سيئين يعني انا ما بجاوب ما عندي خبر كيف صراحه انا وصغير كثير تعلقت بالدين الحمد لله بصوم وبصلي الحمد لله ملتزمين بس ما عندي الخبره يمكن انا الوحيد من جيلي بالسويد بس انه ما بيحلش
لا كان عمري شي 3 سنين مطلع هي زاد هي زاد الحمد لله احنا الحمد لله يعني هجم العرب كيف بحكي العرب وبحكي شنو صح بحكي العرب كيف انه هاي وقت ركب الدرع الجديد راح ما بتحلى واو ما في قبل كان تحفه دبل 360 يدري ايه بتضرب تاف بحبه تاف ما سمعته ما بتجي هلا بتطلع من طريقه طلعت النقطه بتدور عليا بدور بدور هون بجيب النقطه ديمتري وين خلصت عندي هرق سليخ قدري عندي ايه انطر انطر خذني ايه اعطيك يا عدين انطر شو يا مشين شو الوضع شو وضع المشين على الطريق لا بروبلم تمشي نو ليدو بروبلم بس فيري سلو يعني عبد الله هنيك ماي فينجر از فيري فاست Come on.